الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قيام السماوات والأرض ما فيهن، الحمد لله الواحد الماجد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا مع أعمال رمضان، ودي الحلقة الثالثة عن المحاسبة. المحاسبة بس النهارده احنا اتكلمنا عن المحاسبه قبل العمل، المحاسبه اثناء العمل، المحاسبه بعد العمل. المحاسبه بعد العمل مهمه. ابن القيم عليه رحمه الله بيقول لك ايه؟ بيقول لك لابد لا يخلو العبد من ساعه يحاسب فيها نفسه. قبل ما تنام لازم تقعد على السرير بتاعك، مش ترقد. اوعى ترقد، لان انت لو رقدت هتنام. تقعد على السرير وتحاسب نفسك، انا عملت ايه النهارده؟ لازم ما عنديش يوم الا لما تسال نفسك انا عملت ايه النهارده. تبدا تحاسب نفسك، ها الخمس صلوات ادركت تكبيره الاحرام؟ جميل. الخمس صلوات في جماعه ادركت تكبيره الاحرام؟ جميل. السنن القبليه؟ جميل. السنن البعديه؟ جميل. قلت اذكار الصباح والمساء؟ جميل. صليت قريت وردك من القران؟ جميل. قلت وردك من الذكر الموظف، وقلت الاذكار الموظفه، وقلت وردك من الاذكار المطلقه؟ جميل. صليت ركعتين بالليل؟ جميل. لازم تقعد يا جماعه. انت معاك حاجتين، معاك عمر ومعاك جنه. معاك ايه؟ عمرك. عمرك ده بيساوي ايه؟ الجنه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الايه؟ الجنه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فالنهارده انت بتساوي الجنه. كل لحظه من عمرك بتعدي لها ثمن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشد ما يتحسر عليه اهل الجنه ساعه مرت لم يذكروا الله فيها. يعني ايه؟ يعني انا قاعد، انت قاعد بتتفرج عليا اهو، حضرتك خلصت، فحضرتك قعدت ساكت ربع ساعة، السكتة بتاعت ربع ساعة دي ممكن يوم القيامة تخش الجنة وتقول أنا إيه اللي سكتني؟ أنا ليه ما قلتش أستغفر الله؟ أنا ما قلتش ليه سبحان الله؟ أنا كنت بقول لهم إحنا عايزين نتخيل اتنين قاعدين، واحد قاعد والتاني برضو قاعد، واحد قاعد يقول إيه؟ سبحان الله العظيم وبحمده، والتاني ساكت، واحد قاعد 10 دقايق يقول سبحان الله العظيم وبحمده، قالها 1000 مرة، بلاش، قالها 100 مرة، واحد ساكت ما بيقولهاش. اللي قالها ده وجرست له 100 نخلة في الجنة، اللي ما قالهاش ملوش حاجة. ده طلع أصل في الجنة، لا 100 نخلة عشان قال سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة. ده طلع ما قالهاش حاجة عشان ده ما قالش سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة. تندم ولا ما تندمش؟ فالمحاسبة دي كده، إن يومك أنت بتطلب جنة عرضها السماوات والأرض. الجنة اللي عرضها السماوات والأرض دي ثمنها إن كل لحظة أن ترفع لك إلى السماء طاعة. ربنا قال كده: فما بكت عليهم السماء والأرض. قالوا بكاء السماء إن حضرتك طول ما أنت والعمل الصالح ويرفعه بيطلع. والأرض قالوا إن الإنسان إذا عمر مكانا بطاعة الله عز وجل فهذا المكان يبكي عليه إذا مات. فالنهارده أنا مطلوب مني كده إن أنا أحاسب نفسي يومي عدى في إيه؟ أنا قريت النهارده قرآن قد إيه؟ تاني حاجة لابد إن كل يوم تبقى في زيادة. قال ايه؟ قال انا مش فاكر، سيدنا ابو هريره ولا سيدنا عبد الله بن مسعود، اشد ما اتحسر عليه يوم طال فيه عمري ولم يزد فيه عملي. فكل يوم لازم زياده. كنت حضرتك بتصلي ركعتين بالليل واربعه، كنت بتصلي 4 يبقوا 6، كنت بتصلي 6 يبقوا 8، كنت بتصلي 8 يبقوا 11، حضرتك كنت بتسبح 100 تسبيحه يبقوا 150، يبقوا 200، يبقوا 300، يبقوا 1000. حضرتك كنت بتصدق بجنيه يبقوا 10، يبقوا 15، يبقوا 20، يبقوا 30، يبقوا 50. حضرتك كنت بتصل رحمك مره في الشهر يبقى مرتين، يبقى كل اسبوع مره. المهم لمن شاء منكم ان يتقدم، ان لم يتقدم او يتاخر. فالمحاسبه بعد العمل مهمه. ها بعد العمل ايه الاخبار؟ في اثر في قلبك؟ لا، نعيده تاني. القرآن قريته تأثرت بيه؟ ما تأثرت، نعيده تاني. صليت ركعتين بالليل في أثر؟ ما فيش أثر، نعيدهم تاني حتى نجد أثر للطاعة. المطلوب من الطاعة لابد أن يكون لها أثر.
زي ما المعصية بتنكت نكتة في القلب، الطاعة تنير القلب. لازم الأثر. حاسب نفسك، اوعى تسيب نفسك. سيدنا عمر كان بيقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. قالوا كده من حاسب نفسه استراح. قال أحدهم حاسب نفسك كالشريك البخيل، معك شريك بخيل، حاسب نفسك كده، لا تدع المحاسبة. هذا وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.